بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة عرض بيع حمام من فرخي ان شاء الله كلها نفخات وهزازات مستويات قوية، حاجات جميلة ما شاء الله كلها بصحة كويسة. هنتفرج النهاردة على العروض دلوقتي ونعرف اسعارها ومواصفاتها، والتواصل هيكون من خلال رقم التليفون اللي في صندوق الوصف تحت الفيديو او في اول تعليق مثبت، والمكان الخصوص الأليوبية جنب المرج الجديدة. طبعا يا جماعة عشان نبقى متفقين مع بعض زي كل عرض بيع بقول الكلمتين دول. ان شاء الله يا جماعة العروض كلها شبابات وزغليل، ما فهمش حاجة كبيرة شغالة. طبعا تيجي تتفرج على الحاجة بنفسك، ما فيش شحن، ما بشحنش حمام اي مكان سواء جوه مصر او بره مصر، قاهرة، محافظات، الكلام ده كله ما بشحنش حمام. حضرتك هتيجي عايز تشتري الحاجة تيجي تتفرج عليها بنفسك، تقلبها بايديك. لو انت غاوي مبتدئ بلاش تشتري حاجه غاليه، تمام كده؟ لو انت غاوي مبتدئ بلاش تشتري حمام غالي، غاوي فاهم وعارف المواصفات وتقليب الحمام اللي انت بتشتريها تنورني، تمسك الحاجه تقلبها بايديك، تشوف صحتها كويسه، حمام ما فيهاش اي مشكله اشتريها، تمام كده؟ عايز اخدها خدها، مش عايز تاخدها قول لي لا يا ابو مريم مش عايز الحمام وسيبهولي وامشي، ما فيش اي مشكله مش هقول لك اي حاجه، تمام كده؟ الحمام شبابات وزغليل ملهاش ضمان، ولا ضمان ان هي تعيش، ولا ضمان ان هي تطلع ذكر وانتاية، ولا ضمان ان هي لما تكبر تشتغل او ما تشتغلش، دي حاجه بتاعت ربنا ودي حاجه انت ونصيبك، تمام كده؟ فانا اقدر اقول لك مثلا ده غالبا يطلع ذكر، ده غالبا يطلع نتاية، انما ما اقدرش اقول لك 100% ده ذكر، ولا اقدر اقول لك ده 100% نتاية، تمام؟ زي ما قلت لكم مفيش شحن ومفيش حجز، تمام كده؟ اللي عايز اي حاجه ان شاء الله البيع باسبقيه الحضور. حضرتك محتاج اي حاجه تنورني، تتفرج عليها تاخدها ومفيش اي مشكله. حاجه اتباعت هتكلمني في التليفون اقول لك والله اتباع كذا اتباع كذا اتباع كذا، فاضل كذا فاضل كذا، تمام؟ عشان نبقى متفقين مع بعض ونبقى مريحين نفسينا، عشان في ناس كتيره جدا بتتصل بتقول انا عايز احجز الحاجه، طب بكره، طب بعده، طب بعد اسبوع والكلام ده، وفي الاخر ما بيجوش وما بياخدوش الحاجه، فالحاجه بتفضل موجوده، تمام؟ هنشوف دلوقتي الحمام مع بعض، واللي عايز اي حاجه ان شاء الله زي ما قلت لكم رقم التليفون في صندوق الوصف تحت الفيديو وفي اول تعليق مثبت. عايز اي حاجه كلمني قول لي مريم انا عايز العرض رقم كذا، العروض مرقمه باذن الله. ويلا بينا نبدا بسم الله، وما تنساش تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله، ده العرض الاول معانا، حتتين نفاخ اسود سوبر جامبو ما شاء الله من الحاجات المحترمه جدا، ولاد ريتش الموند، تمام كده؟ دولت حتتين ولاد ريتش الموند، في الغالب ده هيطلع الدكر اهو ما شاء الله نفخ اهو، تمام؟ ودي هتطلع النتايه باذن الله. الحتتين دولت عليهم 6 ريشات، تمام؟ عليهم 6 او 6 و7، تمام كده؟ دول ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده مستوى جميل جدا، ما فيهمش غلطه، مرسومين ورقه وقلم، تمام؟ البصمه الطوق حوالين الرقبه مرسوم، الحجم ما شاء الله والشراويل حاجه محترمه جدا، وكله حمام فرخي وبدبلي، تمام كده؟ دول اول عرض معانا يا جماعه، سعرهم ان شاء الله 1200 جنيه. اللي عايزهم يتواصل معايا من خلال رقم التليفون اللي في صندوق الوصف او في اول تعليق. بسم الله ما شاء الله، ده العرض الثاني، حتتين نفاخ سوبر جامبو، حته زرقاء تمام، وحته ريتش الموند، ولاد ازرق وريتش، تمام كده ما شاء الله يا جماعه، حتتين محترمين جدا مرسومين ورقه وقلم ما فيهمش غلطه، غالبا ده يطلع ذكر ودي تطلع نتايه باذن الله، غالبا يعني على ما اظن، تمام كده؟ زي ما احنا شايفين ما شاء الله شراويل ضخمه جدا، حاجه كبيره جدا 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 ما شاء الله، وحمامتين حجمهم كويس ما شاء الله، مرسومين ورقه وقلم ما فيهمش غلطه، تمام؟ الرسمه هي يا جماعه السبعه مرسومه، تمام كده؟ نشوف السبعه اهي مرسومه مع بعض اهي، تمام؟ والطوق حوالين الرقبه والبصمه مظبوطين ما شاء الله، الحته الثانيه اهي رسمه وسبعه وطوق وحاجه جميله باذن الله. دولت باذن الله سعرهم 1000 جنيه، اللي عايزهم يتواصل معايا من خلال رقم التليفون اللي في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. بسم الله ما شاء الله، العرض الثالث معانا، دولت قص نفاخ ما شاء الله حجم سوبر جامبو، حاجة محترمة، تمام؟ عليهم خمس ريشات، تمام كده يا جماعة؟ الحتتين دولت عليهم خمس ريشات ما شاء الله، إن شاء الله ده يطلع ذكر ودي تطلع الطيرة بإذن الله، تمام؟ زي ما احنا شايفين كده مستواهم محترم مرسومين، ما فهمش بس غير اللطشة اللي في جناح النتاية دي، والظهر مرسومة اهوت سبعة مرسومة، الحتتين مرسومين، والطوق حوالين الرقبة والبصمة مرسومة، وما شاء الله حاجة جميلة جدا، ولسه هينفخوا ان شاء الله، هم لسه كده ما نفخوش اهم، تمام؟ دولت لسه هينفخوا ان شاء الله الايام اللي جاية. دولت بإذن الله مطلوب 850 جنيه، تمام؟ عليهم خمس ريشات يعني قدامهم شهرين ونص ويشتغلوا. طبعا الشراويل ما شاء الله برضو زي ما احنا شايفين اهي حاجة جميلة جدا، والاتنين فرخي وبدبلي، ولاد حمام مرسوم ما فيهوش غلطة، مرسوم ورقة وقلم، تمام كده؟ اهم يا جماعة. اللي عايزهم ان شاء الله يتواصل معايا من خلال رقم التليفون اللي في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، قص
شبابات نفاخ سوبر جامبو. طبعا ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده مرسومين ورقه وقلم ما فيهمش غلطه، السبعه مرسومه اهي، الطوق حوالين الرقبه مرسوم، والبصمه ما شاء الله كده بصماتهم مرسومه تمام كده ما شاء الله، شراويلهم كويسه، الحتتين بدبلي. طبعا يطلع الحته دي في الغالب تطلع ذكر، والحته دي تطلع نتايه باذن الله. دولت عليهم 8 رشات، يعني فكين رشتين تمام كده يا جماعه، دول شبابات عليهم 8 رشات، فكين رشتين وبيفكوا في الثالثه. دولت ان شاء الله 800 جنيه، اللي عايزهم يتواصل معايا من خلال رقم التليفون اللي في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. بسم الله ما شاء الله، العرض الخامس، حتتين نفاخ ما شاء الله سوبر جامبو، حته حمراء وحته ضن تمام كده، اولاد احمر وضن مستوى جميل ما شاء الله، اهاليهم بتفرخ اسود وضن واحمر وبيفرخوا كذا لون يعني ما شاء الله تمام كده. الحتتين دولت مرسومين اهمت، الظهر مرسوم، الطوق حوالين الرقبه مرسوم، البصمه ما شاء الله، في لطشه هنا بس في الطوق بتاع الفرد الاحمر ده تمام كده، لطشه خفيفه. الحته الثانيه ما فيهاش اي حاجه ما شاء الله، شراويل حجمها كويس جدا، حاجه محترمه. طبعا ده عليه 5 رشات وده عليه 6 رشات، الاثنين اخوات من عش واحد تمام يا جماعه ما شاء الله. الحتتين دولت ب 900 جنيه، اللي عايزهم يتواصل معايا من خلال رقم التليفون اللي في صندوق الوصف او في اول تعليق. بسم الله ما شاء الله، ده العرض السادس، حتتين نفاخ اصفر سوبر جامبو تمام ما شاء الله مرسومين، فيهم بس حته فيها نقطه على دماغها من ورا بعد البصمه اهي تمام كده، الحته دي فيها نقطه على دماغها من ورا في الطوق بعد البصمه تمام. تمام يا جماعه، حتتين دولت ما شاء الله شراويل محترمه واحجام كويسه جدا ما شاء الله، ان شاء الله يطلعوا ذكر وانتايه الاثنين عيش واحد اخوات تمام. عليهم 9 ريشات يعني فاكين ريشه ان شاء الله ب 650 جنيه تمام كده، الحتتين دولت ب 650 جنيه، اللي عايزهم ان شاء الله يتواصل معايا من خلال رقم التليفون اللي في صندوق الوصف او في اول تعليق. الحتتين واضحين اهم ما شاء الله، الرسمه مرسومه ما فيهاش غلطه، البصمه، الطوق تمام كده، الشراويل هم كل اللي فيهم اللطشه اللي في دماغ فرد الحمام ده من ورا اللي في الطوق من ورا خالص دي تمام كده يا جماعه ما شاء الله، هم الحتتين واضحين قدامنا، مستواهم واضح وكل التفاصيل واضحه. بسم الله ما شاء الله، العرض السابع، حتتين نفاخ اصفر سوبر جامبو مرسومين ورقه وقلم ما فيهمش غلطه، شراويل ما شاء الله مظبوطه، حاجه محترمه جدا تمام كده. السبعه ما شاء الله مرسومه اهي، الطوق والبصمه ما شاء الله ما فيهمش اي حاجه خالص تمام كده، مستواهم ما شاء الله محترم. حتتين دولت كل واحد فكك ريشه وعليه 9 ريشات تمام كده، اهاليهم مستوى عالي ما شاء الله من الحاجات الجميله. دولت ان شاء الله 700 جنيه تمام، اللي عايزهم يتواصل معايا من خلال رقم التليفون اللي في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. تمام كده يا جماعه، الحتتين واضحين اهمت، عش واحد اخوات، يطلع ذكر وانتهى باذن الله، غالبا ده اللي هيطلع الذكر ودي اللي هتطلع النتايج. ما شاء الله العرض الثامن معانا النهارده، حتتين من الحلويات حاجه محترمه جدا، حتتين هزاز اكتاف، حته سودا وحته حمراء، اخوات من عش واحد ما شاء الله، فيهم حته فكت 3 ريشات وعليها 7، وحته موقفه رمي ريش يعني ما بتعدش ريش، بس هي نفس العمر يعني هتلاقيها برضو عليها ايه 7 ريشات، بس هي ايه موضوع الرمي معاها واقف شويه تمام كده. زي ما احنا شايفين مستوى ما شاء الله محترم جدا، ما فيهوش غلطه يعني، الاكتاف مرسومه، الديل ما شاء الله طالع عريضه، والقلبه والحراره حاجه ما فيهاش غلطه، والهز ما شاء الله حاجه محترمه جدا، ودولت عيش واحد اخوات اهاليهم برضو فرد احمر وفرد اسود تمام. دولت باذن الله مطلوب فيهم 350 جنيه تمام كده، اللي عايزهم ان شاء الله يتواصل معايا من خلال رقم التليفون اللي في اول تعليق او في صندوق الوصف. بسم الله ما شاء الله، حتتين هزاز اكتاف مستوى جميل، حته عليها 4 ريشات وحته عليها 5 ريشات، الحته السوداء دي عليها 4 ريشات والحته ديت عليها 5 ريشات تمام كده يا جماعه ما شاء الله، حراره وقلبه وهزه ما شاء الله جميله، وطار الديل ما شاء الله عريضه وجميله. هما زي ما احنا شايفين كده فرد الحمام الاكتاف السوداء ده فيه 3 او 4 ريشات سود في ديله تمام كده، ده العيب الوحيد اللي فيه. الحتتين دول ان شاء الله يا جماعه سعرهم 300 جنيه عشان الفرد اللي ديله فيه ريش اسود ده تمام كده، عشان كده مقلل السعر بتاعهم. دولت 300 جنيه، اللي عايزهم يتواصل معايا من خلال رقم التليفون اللي في الوصف تحت الفيديو او في اول تعليق مثبت. تمام اهم يا جماعه ما شاء الله مستواهم واضح، والحتتين من فرخ باذن الله تمام، تقريبا فيهم حته متدبله وحته لا، على ما اظن الحته السوداء دي مش متدبله، الحته دي بس اللي متدبله اهي تمام كده اهم يا جماعه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، حتتين هزاز ديول مستوى كويس، لسه زغليل صايب اتصاصي تمام كده من تحت الحضانه اهم، الحته دي ديول حمراء والحته دي ديول سوداء،
تمام ما شاء الله. الحته الديول الحمراء دي مرسومه ما فيهاش غلطه، مرسومه ورقه وقلم ما شاء الله تبارك الله. تمام كده السبله بتاعتها حمراء اهي ما شاء الله، تمام ما فيهاش اي حاجه باذن الله. الحته الثانيه الديول السوداء دي فيها جزء في السبله ابيض وفيها ريشه في الديل بيضاء، تمام لسه بيصاصوا هم يا جماعه ما شاء الله. الحته دي فيها جزء في السبله ابيض وفيها ريشه بيضاء في اخر الديل هناك اهي، تمام فيها محبس ابيض اهو. دولت ان شاء الله سعرهم 250 جنيه. اللي عايزهم يتواصل معايا من خلال رقم التليفون اللي في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. تمام كده يا جماعه دي عروض البيع اللي كانت معانا النهارده، كلها شبابات وزغاليل، حاجات ما شاء الله مستواها كويس وكل حاجه كل مستوى ليه سعر. طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو الحمام كل الشباب وزغاليل زي ما احنا شفنا في الفيديو، الحمام ما شاء الله صحته كويسه وما فيهوش مشاكل. حضرتك هتيجي تتفرج برده قلب الحمام وشوف صحته بنفسك وقلب وراجع ورايا في كل حاجه، اللي محتاج اي حاجه ان شاء الله هيجي يتفرج عليها بنفسه ويقلبها ويشوف صحتها ويشوف المواصفات اللي فيها كلها، ولو الحاجه عجبتك خدها، ما عجبتكش سيبها وارجع ما فيش اي مشاكل. تمام زي ما قلت لكم ما فيش شحن وما فيش حجز، رقم التليفون في صندوق الوصف تحت الفيديو وفي اول تعليق مثبت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.